السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم يا شباب بالحلقه السادسه من لعبه جاست كوز 4. ولا تسوقوا، قبل ما نبدا اضغطوا زر لايك وسبسكرايب وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. طيب يا شباب، الحين عندنا مهمه هنا. المهمه دي اعتقد يا شباب سويتها، ممكن راح اقدر افتح المهمتين هذه، فماني متاكد صراحه يا شباب كيف النظام بالضبط، بس لكن الحين عندنا المهمه دي صراحه يا شباب. المهمات هذه يعني اللي تكون نظامها زي كذا يعني دائما صراحة تكون صعبة، يعني اللي ما تكون مهمات تقريبا رئيسية تكون صراحة يعني الصعوبة فيها أكثر. اوكي سارخنتو، شايفين المكان انا قديش بمطار كبير. بروسبيرو. شو هي دفاعيته؟ مدافع، لازم نطفيهم اولا. طيب بعدين عندنا مدافع لازم نطفيها. نشغلها لمصلحتنا. بلش بسحب اوضاع الكهرباء من كل مدفع من المدافع، رح تصير كل المدافع ضعيفة. اوكي شافوني، هم شافوني. طيب اقرب مدفع عندنا هناك. يا ساتر، سنايبر لازم انتبه. فين اول مدفع؟ فين تقولون في مدفع انتم هنا؟ يا لطيف السنايبر، يخرب بيت ابوك يا شيخ. والله اشرد اشرد. طيب يا شباب اول مدفع عندنا هناك، خلينا نروح للي هناك. يا الله ذاك مره بعيد. خلاص عندنا واحد قريب هنا الحمد لله، يوصل نروح له هو. يا الله طيب هنا عندنا مدفع باين تحت يا شباب، لازم ننزل له. يا ساتر يا ساتر استر. طيب طب ما فين ادخل له ذا؟ كم ممكن احاول افتح بالبدايه؟ لا لا ما اظن هنا. هي بسرعة بسرعة، اللي بعده اللي بعده سريع عشك. اوكي خلينا ناخذ رصاصهم سريع. طيب يا شباب عندنا اول مدفع هنا، وانه هذا هو. ها لازم ارفع لفوق. طيب طيب من هنا. طيب شايفه انت؟ اوكي تمام. طيب طب خلونا نغير السلاح بس يا شباب، ناخذ السلاح ذا، اخر واحد صار افضل سلاح. طيب ثاني مدفع عندنا فين؟ والله في واحد هنا شباب باين عليه مو قريب، بس خلونا نروح له. هليكوبترات العقاب الاسود. يا ساتر والله باين على الاعداء مره كثير. اوكي المدفع ذا صراحه مره بعيد يا شباب. طيب قربنا منه يا شباب، هذا هو. يا ساتر الدعم الجوي جاي. طيب هذا فين وذا؟ هو باين انه هنا يا شباب. يا ساتر ايش قاعد يصير؟ باين في دبابة وراي ممكن. طيب هذا ممكن يا شباب ادخل من فوق. يا لطيف والله ماني شايف اي مدخل من هنا يا شباب. نشوف من هنا. يا ساتر استر، هذا مفر ادخل له ذا. فينها فينها الطيارة ذي؟ انا ابغى انهيها. اوكي هذه هي هذه هي. خلوني خلوني انزل خلوني انزل. يا ساتر دبابة والله مرة صعبة اواجههم. طيب طب اظن هذا هو. ايوه هذا هو. السلام عليك. تمام كده مرة اثنين، باقي اثنين يا شباب. لا والله ستة، هي انا على بالي اربعة. طيب طب تمام وراي ما في شيء، خلينا نكمل طريق سيدة. اوكي هي تقريبا كلها يا شباب قريبة من بعض، ما عدا هذا اللي دوب دمرناه، ما ادري ليش بعد عنهم. اوكي في هليكوبتر جاي تدعمني الحمد لله. طيب عندنا المدفع الثاني هنا، هذا لازم احطمه ذا، احسن اظن قاعد يطلق على الهليكوبتر اللي جاي تساعدنا. والله شباب اوكي تمام. السلاح ما ادري ايش بصراحه يا شباب ذا، انا هو اللي اخذ العاده، بس كل يوم صراحه ما ادري ايش، ممكن اخذت واحد ثاني انا، بس الدمج اللي اسويه مو مره كبير. طيب المدفع اللي حل النبضة فينه؟
ها قاعد ادور هنا. هذه مزعجة والله الطائرات الصغيرة دي يا شباب، يا مرة مزعجة. هذه معايا ممكن شوف عليها اخضر. اوكي اوكي طب المدفع ذا فين؟ هذا هو الحمد لله. هذا كيف ارفع على فوق؟ هي لا 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 مو كذا مو كذا. اوكي تمام هي ثلاثة باقي ثلاثة. صرت اشرط سريع. طيب يا شباب في واحد فوق. هيا 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 ساتر سنايبر لازم انتبه منه. طيب طيب في واحد هنا في واحد هنا. والله السنايبر يا شباب انه يعني الدمج اللي يسويه مره كبير. اوكي في عندنا واحد هنا. اوكي اعتقد انه هذا هو. سلا طيب فين في كمان؟ اوكي في عندنا واحد هنا قريب يا شباب. اوكي هذاك هو وانه هذا عد فوق يا لطيف هذا. والله بانه تحت يا شباب. ننزل تحت افتش وشوف فينه. يا الله اندس اندس اندس. والله السلاح مو مره عجبني الصراحه يا شباب. طيب يا شباب هذا هو هذا هو المدفع. يا ساتر استر. طيب يا شباب في عندنا مدفع هنا بس شايفين. يا الله يا الله انا ميت انا ميت يا ساتر استر. والله يا مره كثيرين هنا. خذ يا ابن الذين خذ. اوكي هذا 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 لازم انهي سريع. اوكي تمام هي هي هي. خلونا خلونا نغير اسلاح نجي من هنا. اوكي يا ساتر والله سلاح ذا ابو مره بس يلا. طيب بقي لنا اخر واحد فوق يا شباب. على فوق على فوق. يا سلام عليك. ايوه تمام. لكل الفرق ضلوا بمراكزكم. اوكي اوكي باين انه فوق كمان يا شباب. طيب هذا فين وذا؟ يا سلام يا شيخ فجرهم تفجير يا بطل. هذا هو هذا هو اخر واحد. يا سلام دمرناها كلها. في وحده تحكم على الحافه الغربيه من القاعده راح تخليني اعيد برمجه بروتوكول الصديق او العدو للمدافع. علم. اوكي شباب يقول لي اخترق وحده التحكم. طيب طب خلينا نروح لوحده التحكم بينها هناك. هي هي انزل 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 انزل. كيف انا واحد تحكم هذه هي؟ يا ساتر هذول فينهم؟ هذا هذا لازم ننهيه. خرب بيت ابو الرشاش اللي معاك يا شيخ. يا سلام عليك تمام. طيب طيب لازم اكسرهم اول شيء. بدك تخترقوا دحين؟ ايزي الحمد لله تمام. ما تبعد كثير. طيب طيب لازم اكون قريب. يا سلام عليك تمام. عم يبعثوا تعزيزات. يا ساتر في تعزيزات جايه كمان. هي هي عشق سريع. هذا جاي عندي هنا امزح معاك انا. ويلك ويلك يخرب بيت ابوكم يا شيخ. ارجع ارجع. طيب راح ارجع. يا ساتر ايش قاعد يصير؟
سلامتك الشباب والله مرة كثيرين. هذا ابن الذين اللي مرض يموت من أول. خذ لك كذا يا ابن الذين. فين اللي ورايا ذا؟ طيب بس خلينا عالجه. أيوة تمام. خذ لك انت، خذ لك كذا. كمان كمان. فكرت اطمن عليكي بس ايزي. اتركني بحالي. طيب 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 لازم اغير سلاحي يا شباب. هي مو بكثير. يا ساتر ايش ذا كله؟ السلام عليك. هي ندخل وين دسينا. اوكي شباب ما في كثير. اللي خايف منه سنايبر ذا، طلقته واحدة بواحدة يا شباب. خلص كل شيء الحمد لله تمام. كل شيء ميحصر خنتو يا خبي. هيدي كانت لا هون روخس. مطار بروسبيرو صار تحت سيطرة العدو. الانسحاب لمسافة آمنة قبل تفعيل ابطال المدفع. طيب طب خلينا نشوف من هنا وينو. فل بوحده من طياراته الحربيه. هي هذا لازم نلحق بسرعه. بس كيف بطياره ثانيه صار خنتو؟ ايه اكيد. يلا يلا قربنا منه. يلا 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 والله شباب لازم نلحق السريع. يلا طيفه هو مو قريب. سريع 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 عريكو. هي ان شاء الله نلحقه يا شباب. رح نتوجه على منطقة العمليات. قائد ضيعنا الهدف، نتمنى التبليغ. من القيادي لاقوا العدو. هي قربنا. وقفوا التفتيش عن العدو من كافة الدوريات العادية. يا ساتر استر والله شباب ما هي قريبة. ان شاء الله نلحق بس. يا ساتر والله شباب ما اظن راح اجيبها. كان ممكن يعني اني اخذ طيارة، يعني كان ممكن افضل. اوكي في طيارة هنا الحمد لله تمام. هي هو كذا 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 تمام يا شباب. ان شاء الله راح نجيبها. يا لطيف والله يا شباب باين اننا الحمد لله ختمنا المهمة. عندنا يعني اثنين متنا بس الحمد لله اننا ختمنا المهمة. طيب دحين خلونا نشوف يا شباب كيف النظام بالخريطة صار. نشوف دحين المهمات ذي مداني العبها. المهمتين اللي تحت ذي المقفلة صراحة يا شباب يعني لسه ما مداني، بس لكن في مهمتين هنا فتحت لنا. كان قصدي شباب المهمتين هذي بس بانه لسه يعني مو دحين العبها، بس فتحت لنا يعني مهمتين رئيسية يا شباب هنا، فخلونا نروح نلعبها. اوكي اول واحدة هنا الحمد لله ما هي بعيدة. شو عم تعمل؟ المفروض تكون هي. ريكو اجينا خبر انه فصيلة عسكرية من العقاب الاسود جاية بهيدا الاتجاه. سبعات مجندين يدافعوا عن الجسر. حمول هيدي البارودة وامن لهم شوية دعم يا ريس. اوكي بان في كم واحد يا شباب نحميهم. طيب نحتاج سنايبر اكيد. فأنا مهم هذولك هم. طيب هذول هم اللي لازم اقتلهم. مع السلام عليك تمام.
يهو هذا كيف ما جت فيه؟ طب طفي عندنا كم واحد هنا؟ نفجر ذي. مع السلام عليك. تمام. طيب هذول اول دفعة قتلناهم. طبعا في دفعة جديدة جات. والله ما ادري كيف ما جت فيه. يوه تمام. اي اللي بعده. السلام عليك يا شيخ على شغلك النظيف. كذا واحد بس لحاله. السلام. تمام الى الان بالسليم احنا شباب الحمد لله. يا ساتر رجال الطيارات. خلوها بس توقف. يا الله ليش برجع لورا كذا بسرعه. يا سلام عليك يا شيخ. تمام كبق الثاني بس فيها. الله عليك يا بطل. هي هي كمان. الحمد لله اللي جت فيها. يا ساتر والله لسه فيه. طيب طب خلوه توقف. فيها يا رب. الحمد لله تمام. هي اوكي اوكي لازم كمان واحدة يا رب. فيها الحمد لله. طبق الثاني بس يا شباب. اوكي خلوه تثبت بس. اديها يا بطل. هي الحمد لله دمرناها. طيب ايش عندنا دحين كمان؟ يا ساتر كم دحين؟ ثلاثة. ثلاثة يا شباب ثلاثة. فيها يا رب. طيب طيب خلونا بالبداية يا شباب ركز على واحدة. فيها يا رب. يا سلام. هي هي كمان كمان. يوه يا سلام دمرناها من طلقة. هي باقي ذي. دمرت. يا سلام. اوكي الحمد لله. اخر واحد بالدوريه بعتقد انه نجحوا بالاختبار ما هيك؟ بشكرك يا ريس. والله صراحه يا شباب عن السنايبر مره رهيب. طيب احنا شباب كمان عندنا مهمه ثانيه بالخريطه. خلونا نروح نلعبها. بس خلونا نحط سلاح ذا افضل. طيب يا شباب هذه هي مهمتنا هنا. خلونا بس نطلع على فوق. يوه تمام. اوكي باين ممكن اشوف تشبه المهمة اللي قبلها. وناخذ البندقية. اكتشفت انه في مجموعة من العقاب الاسود عم تهرب التموين من المدينة، وهودي الملاعين عم يستعملوا الناس كدروع بشرية. اها باين لازم اطلع على فوق. رح ودي كم مجند تيدمروا المخبأ تبعهم. يا ساتر شوفوا كيف طفينهم هم. هذول هم. اوكي هذول هم اللي قتلهم. فينهم؟ والله يا شباب ماني شايف زين من هنا. اوكي هذول هم. يا سلام عليك. تمام والله ذا من ورا الشجر كذا ماني شايفه زين. طيب طيب تمام. هم فينهم هذول هم؟ يا لطيف ذولي فينهم؟ انا ماني شايفهم. ثبت ابوكم تحت. ايوه اطلق. يا سلام عليك تمام. خلونا نفجر ذي. فينها؟ هي هي فجرها. تمام
ربيت وما جات فيه. هي هي طيب تمام قتلنا. اثبت يا ابن الذين اثبت. الحمد لله. هي هي طيب طيب فيكم واحدين يا شباب. هي هي نحط قنبلة هنا. هي هي السلام عليك. تمام هي هي في واحد قريب مننا هنا. هذا مستلمني ذا ابن الذين. طيب 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 بقى اخر واحد هنا. الحمد لله تمام. الحمد لله وختمنا المهمة. توقف الاشتباك لكل الوحدات، خليكم منتبهين. طيب يا شباب دحين كمان خلينا نشوف الخريطة. طيب المهمتين هذه لسه ما يمدينا نلعبها. ايش في كمان يا شباب؟ ممكن هذه لو فتحتها لو رحت لعبتها يا شباب ذي راح تجينا مهمات. حتى الجهة ذي يا شباب ممكن لو رحت لعبتها راح افتح الجهة ذي وتجينا مهمات فيها كثير. وذي كمان عندنا. اوكي اوكي تمام. بس ان شاء الله يا شباب راح نخليها الحلقات القادمة بإذن الله. طيب يا شباب وكذا وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة. اتمنى يا شباب ان الحلقة نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم يا شباب ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب لدعم اخوكم. وانا باذن الله يا شباب اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.